وللحديث أكثر عن أزمة الهجرة غير الشرعية للعراقيين والعرب بصفة عامة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين رئيس المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين الدكتور عزيز القزاز، وعبر سكايب من برلين معنا العضو السابق بالبرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي. أرحب بكما دكتور عزيز ودكتور جمال معنا في استوديو الرافدين. أبدأ معك دكتور جمال، هناك انتهاكات كثيرة بحق اللاجئين من المهاجرين السوريين العابرين إلى أوروبا من اليونان وكذلك بقية المهاجرين من جنسيات أخرى، إلى أي مدى ترى أن هناك تشابه في المعاملة والانتهاكات تدفعنا للقول أن هناك منهجية أوروبية للتعامل مع المهاجرين؟ مساء الخير لك وللمشاهدين وللدكتور عزيز. حقا هو السيناريو يعيد نفسه، أوروبا تحاول أن تصنع من نفسها قلعة يعني محصنة من كل الأطراف وأن لا يصلها أي لاجئ. ما حصل في اليونان أو ما يحصل الآن في الحدود البيلاروسية البولندية يذكرنا بما حصل في اليونان، في اليونان ربما حصل أكثر من ذلك، حتى في اليونان هناك تم حرق مراكز اللجوء، حرق المخيمات، ملاحقة الآخرين، تعذيبهم وإهانتهم أمام أعين الناس، وحتى يعني تشليحهم من ملابسهم أمام أعين زوجاتهم، وبالنتيجة إرجاعهم إلى الحدود التركية أو إلى داخل تركيا، رغم أنهم دخلوا إلى اليونان لكي يحصلوا على حق اللجوء ولهم حق أن يقدموا طلب اللجوء. وما يحصل الآن كذلك بين بولندا و بيلاروسيا نفس الشيء، الان هم اللاجئ هو الذي يعالج بين الطرفين. للاسف الاتحاد الاوروبي يعني يسلك طريق هو طريق محاربه اللاجئ وليس اسباب اللجوء، اسباب اللجوء واضحه بالنسبه لنا جميعا، يعني معروف من هو الذي ينتج اللاجئين. لو اخذنا مثلا سوريا الان مثالا، نحن نعرف من ينتج اللاجئين، هم بوتين وخامنئي وبشار الاسد. عندما يوقفوا اسباب اللجوء فانا اتصور لن ياتي اللاجئون الى ان كانت الى اوروبا او الى مكان اخر، ولكن الياس وعدم الرؤيه الواضحه للمستقبل والميليشيات والفساد والديكتاتوريه التي تجعل الناس يهربون من بلادهم، وربما في بعض الاحيان يركبون المخاطر، يركبون البحار، يركبون ويكونوا في بعض الاحيان كذلك غذاء للاسماك ربما لكي يعيشوا حياه افضل او كريمه. وللاسف كما قلت الاتحاد الاوروبي لا يحارب اسباب اللجوء بينما يحارب اللاجئين نفسهم. نعم. دكتور عزيز، يعني كما ترى معاناه اللاجئين المهاجرين من العراقيين لا تتوقف منذ ان فتح الملف قبل عده شهور. هناك انتهاكات كثيرة سواء في ليتوانيا أو في بيلاروسيا، كيف يمكن النظر إلى تصرفات حرس الحدود سواء في ليتوانيا أو بيلاروسيا تجاه المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر؟ يعني اللاجئين صاروا وسيلة للاتهامات المتبادلة بين بولندا من جهة وروسيا البيضاء من جهة أخرى، وأيضا بين الدول الأوروبية نفسها، لأنهم ليست لديهم سياسة موحدة في قضية اللاجئين. وأنا أعتقد بأن هذه الأزمة توضح أنها رمز لفشل سياسة الاتحاد الأوروبي أو لم في فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى سياسة مبرمجة منسقة بين الدول الأعضاء 27 لتوزيع اللاجئين بينهم، وهم ليس العدد ذلك الكبير بحيث لا يستوعبهم الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي فيه 500 مليون إنسان، فما يعني ما هم هؤلاء 4000 أو 5000 اللي هم على الحدود البيلاروسية البولندية. هذه أزمة تتفجر وتوضح أن أوروبا في الحقيقة لا تريد فتح المجال لوجود مزيد موجات جديدة من اللاجئين، خصوصا من الأقطار اللي هي في قلب الأزمة وفي قلب العاصفة وهي العراق وسوريا وأيضا البلدان الأخرى المبتلى. يعني أضرب لك مثال، هي في السنة منذ 2015 حتى الآن ماذا جرى في سياسة الاتحاد الأوروبي؟
جرى غلق طريق البلقان في وجه اللاجئين. ثم جاء عقد الصفقات مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي حول اللاجئين، وجعلهم الأداة للمفاوضات بين أوروبا ويستعملوهم للضغوط السياسية المتبادلة. ثم جاء كيفية طرد والسيطرة على الزوارق الحاملة للاجئين في البحر المتوسط وتقودها دول في الاتحاد الأوروبي. وأخيرا جاء هذا المشروع الشنيع الآن في بولندا لبناء جدار عازل، جدار يعني قرار خلاص راح يقومون بجدار عازل لمنع اللاجئين من القادمين من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي. والألمان أنفسهم بعض السياسيين يطالبون الحكومة بأن تقدم العون المالي إلى بولندا لكي تبني هذا الجدار. وهذا يدفعنا للسؤال دكتور عزيز. لأن أغلب اللاجئين يتوجهون إلى ألمانيا، ويثيروا هنا مرة أخرى النقاش حول الأعداد المتصاعدة للاجئين وتقوية المد اليميني المتجه ضد كل شيء أجنبي وما إلى ذلك. هذا يدفعنا للسؤال لدكتور جمال. أرجو أن تبقى معي دكتور. هذه القضية اسمح لي بس أقولها. تفضل. القضية أين تتعلق بالتنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأيضا بين الولايات المتحدة والصين. الولايات المتحدة تريد تقزيم الاتحاد الأوروبي لأنه المنافس الكبير لها في السوق الدولية. تريد تقسيم الصين وهي لا تقوى على ذلك. وكل هذه اللاجئون هم أداة للمداولات في هذه النزاعات. لا يكفيهم أنهم دمروا أقطارنا، لا يكفيهم أنهم دمروا اقتصادنا وأسواقنا وأسواق العمل. وأضرب لك مثال، العراق في السبعينات من القرن الماضي عندما جاءت الطفرة النفطية وجاءت التنمية الشاملة في العراق والتعاون الإقليمي المزدهر بين الأقطار العربية في فترة السبعينات، عندما استقبل العراق أكثر من 5 ملايين عامل من مصر وغير الدول العربية للعمل في مشاريع التنمية العراقية، من أوقف هذا المد؟ من ساعد على نيران الحرب بين إيران والعراق؟ من مد أمدها إلى 8 سنوات وأطول؟ دكتور. تقول لي أن الدول الأوروبية كانوا متفرجين فقط. صحيح العام. الفاعلون طيب دكتور. الأساسيون في الساحة هم إسرائيل وإيران وأمريكا وبريطانيا. طيب. أنتقل بالسؤال لدكتور جمال. دكتور جمال اسمح لي دكتور عزيز بعد إذنك أنتقل لدكتور جمال. يعني قبل قليل تحدثت عن الأسباب التي تدفع العرب بشكل عام والعراقيين بشكل خاص إلى الهجرة إلى أوروبا، والدكتور عزيز تحدث عن حقيقة وجوهر الموقف الأوروبي من هؤلاء المهاجرين بأنهم لا يريدون مزيدا من المهاجرين العرب أو غيرهم، وربطها بالصراع الدولي الموجود حاليا. كيف تقيم هذه المسألة؟ هل حقا أوروبا لا تحتاج إلى مزيد من المهاجرين؟ نعم طبعا أوروبا تحتاج لمزيد من المهاجرين. نحن نعرف أن عندما فتحت ألمانيا أبوابها في عام 2015 للاجئين السوريين خصوصا، كان طبعا في البداية الأول الدافع هو إنساني، ولكن وراء ذلك يكمن هو حقا أن تحتاج للدم الجديد، تحتاج للشباب، تحتاج للطاقات المثقفة التي أتت إليها، هي تحتاج. ولكن الآن نجد ما يحصل هناك كما يقال عندما تتصارع الفيلة تخرب العشب أو المرج الأخضر تحت قدميها، والآن تتصارع هذه القوى فيما بينها، ولكن الذي يتحمل المأساة هو الناجح. يعني كما قلت بشار الأسد وبوتين وخامنئي يصنع اللاجئين، يطرد الناس، ويأتي لوكاشينكو يأخذهم إلى بيلاروسيا لكي يضغط على الاتحاد الأوروبي. إذن هو الذي هو ضحية، هو الذي يقع ما بين كل هذه الأمور، وهو الذي حقا يحمل المأساة. أوروبا تحتاج إلى قانون هجرة منظم، عليها أن تنظم وتقوم بعمل قانون هجرة يجلب الناس ويجلب كل الناس، ليس أن ينتقوا ماذا يريدون، بينما يجلب كل الناس الذي هم بحاجة إلى الهجرة. وطبعا كما قلت أن يحاربوا أسباب اللجوء ويعملوا على دعم الدول المجاورة لهذه الدول التي تحتضن اللاجئين
وتعمل على محاربة الدكتاتوريات وأسباب الحروب وأسباب الجوع وكل ما قيل قبل ذلك. إذن أنا أتصور أوروبا تحتاج، وأوروبا قريبة من بلاد العربية، وهناك الامتداد البشري والتاريخي وحتى الثقافي موجود. فأنا أتصور أوروبا بحاجة للاجئين، وستأخذ. والآن النقاش في ألمانيا يتم على أن ألمانيا ربما ستجلب هناك أخصائيين في مجال الطب والتمريض، لأنه يوجد نقص كبير، ويوجد نقص حقا في كثير من المجالات. وبهذا الشكل تحتاج أوروبا دائما إلى مهاجرين جدد لكي يعني تزول. لكن دكتور، إذا كانت المواثيق والاتفاقيات الدولية تحصن طالبي اللجوء، فبماذا يمكن تفسير ما يجري الآن من انتهاكات بحقهم على الحدود الأوروبية؟ يعني هم من يعتبر القانون، من يتمسك بهذا القانون؟ للأسف أغلب الدول تضرب بهذه القوانين في عرض الحائط ولا تعد لها أي حساب. لو نظرنا مثلا إلى فرونتكس، هذه المنظمة التي صنعها الاتحاد الأوروبي لكي تحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كان أمام عيون المنتسبين لفرونتكس يتم تعذيب اللاجئين السوريين في اليونان ولا يتدخلون. الآن في بين بيلاروسيا وبولندا، فرونتكس بولندا لا تريد أن تشرك فرونتكس في هذه العملية لأنها تقوم بشيء ضد القانون، وفرونتكس لا ترضى بذلك. فإذا هناك كثير من الدول التي تضرب بالقانون في عرض الحائط ولا تحترم القانون، وفي النتيجة هم الناس البسطاء الذين حقا في كثير من الأحيان يغرر بهم ويجعلون لهم أوروبا وكأنها جنة، وهناك مكاتب للتهريب وهناك شركات طيران ومكاتب وعمل سياحة منظم. نعم. وسياسة وراء هذا الموضوع. نعم دكتور عزيز، أخيرا، ألا يعد إقدام المهاجرين على هذه المغامرة والمخاطرة كما يقول مراقبون البقاء في هذا الطقس البارد وهذه الأحوال السيئة على الحدود وعدم رغبتهم بالعودة إلى العراق مرة أخرى، يعني أو رغبتهم بتلقي مساعدة في هذا الجانب، ألا يعد ذلك يعني خلينا نقول إدانة للحكومة العراقية؟ طبعا يا أخي، وزارة الهجرة والمهجرين في العراق لا تهتم بهؤلاء. هنالك أكثر من 5 ملايين لاجئ في الخارج، وهنالك أكثر من 4 ملايين في الخيام داخل العراق. هنالك مهجرين داخل العراق لم يهتمون بهم، ومو بس بهؤلاء، الفقراء وعددهم ونسبة الفقر الذي ازدادت، من يهتم بهم؟ هذه يعني واضحة المعالم جدا في العراق. نعم. العراق أصبح جحيم لا يتحمل، الشباب لا يتحمل ذلك. تعرف يعني هم عندما ينادون في تظاهراتهم منذ 2 سنين وقبلها أكثر، عندما بدأت التظاهرات منذ عام 2011 فبراير 2011 وحتى الآن مستمرة، وأيضا يعني النضال ضد الاحتلال مستمر منذ بدايته بأشكال مختلفة. لكن الآن عندما حتى الحاضنة الاجتماعية لما يدعى للأحزاب التي تدعي تمثيل الشيعة، حتى هذه الأحزاب في الوسط والجنوب تثور ضدهم وتنزع الشرعية عن المرجعية وعن الأحزاب التي تدعي تمثيل الشيعة وما ذلك. يعني وصلت جزع ووصل الضغط الاجتماعي والاقتصادي والنهب والمذا إلى 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 مديات لا تحتمل. سأقول لك لو يفتحوا المجال يكون عندهم مجال. يعني هذول الفقراء المساكين اللي باعوا بيوتهم وجابوا فلوسهم وياهم وصلوا إلى الحدود البولندية مع روسيا البيضاء، ذولا يتعرضون إلى الاستنزاف والابتزاز. نعم. مع الأسف الشديد. نعم. تأخذ منهم فلوس. شكرا دكتور عزيز القزاز، شكرا لك رئيس المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين من برلين، وشكرا أيضا لضيفي عبر سكايب الدكتور جمال قارصلي النائب السابق في البرلمان الألماني، شكرا لكما.